ونتابع وهذه المرة من السودان وإلى معضلة اجتماعية واقتصادية وشبابية جديدة ومتجددة للأسف في السودان الذي يشهد هذه الصراعات وعدم الاستقرار السياسي والأمني والذي يؤدي إلى إعلان جهاز تشغيل الخريجين في البلاد أن ما يقرب من 4 ملايين خريج لا يجدون وظائف أو فرص عمل ويضطرون للعمل في مهن هامشية لا صلة لها بتخصصاتهم الدراسية. جزء كبير منهم يبقى عاطلا عن العمل في السودان. أيضا يعمل أطباء سائقي توك توك أو سيارات أجرة وينتظرون لسنوات طويلة لحصولهم على فرصة للترشح للتدريب الإجباري للمهنة. نتابع. معاناة الشباب السوداني لا تنتهي بفشل المؤسسات الحكومية في توفير الخدمات الأساسية أو البيئة المناسبة لتدبير مستقبلهم، فهناك أعداد كبيرة تخرجوا من الجامعات وعلقوا شهاداتهم على الجدران. الشابة سمر نصر الدين تخرجت في قسم الهندسة الطبية، أضناها البحث عن عمل في مجالها دون فائدة، فاضطرت لعمل لا علاقة لدراستها به. فما بلقى فرص بتاعت عمل شغل الوكالة ده، حتى يعني بواسطة يعني عن طريق صاحبتي، يعني ما عندي دخل بشغل الوكالات وكده. فقامت قالت لي ممكن انه تيجي تقدمي، فقمت قدمت والحمد لله يعني ماشي الحال. والحال لا يختلف كثيرا عند وضاح، فهو الآخر سعى بين البنوك ليوظف علمه ودراسته لمجال المصارف والبنوك، وانتهى به الحال في صيانة الهواتف المحمولة. لحد يوم الليلة يعني بقدم وبعمل وساكن، الأشغال وما في، في حين ما تقدم ما في شغل، والبلد يعني نص الشباب عاطل وما في شغل ووظائف والرواتب ضعيفة، فاضطرينا إنه نلجأ لأشغال تانية. يعني مثلا حبيت أتعلم الصيانة، يعني حاجة ممكن أمسك بها نفسي مصاريفي كده، فالوضع ضاغط شديد. وبعد ذاك جات الكورونا وجاء الثورة، حاجات كثيرة. عدد كبير من الجامعات في السودان تخرج الآلاف سنويا في تخصصات مختلفة لم تضع الدولة لهم خططا للعمل ولا تحديدا للحاجة التخصصية، والذي عن طريقه يتم تحديد عدد طلاب التخصصات. هسه في الزمن ده ما في بعيد السنة ممكن تجيب 50-55%، وإذا أهلك مقتدرين تدرستك، في حين انه قصه ما قصه قروش، قصه عقل يقدر يستوعب المهنه اللي انت حتندح فيها في المستقبل. ينظر بعضهم لبوابه الخروج ويرون ان اجنحه الطائرات يمكن ان تحملهم الى غربه بعيده تبعدهم عن موطنهم وقد تكسبهم حق العيش الكريم. من وجد فرصه عمل ولو في غير مجاله افضل حالا من عشرات الالاف الذين يجلسون تحت الشمس أو في أزقة الأحياء بعد أن فقدوا الأمل في الحصول على وظيفة. يعني خضر العربي، الخرطوم. تعرف حامد، للأسف الشديد معظم الدول العربية التي تعاني من اضطرابات إن كان سياسية ولا استقرار أمني، أيضا الشباب يعانون من هذه المعضلة إن كان بلبنان أو بسوريا أو بالعراق أو بتونس وبغيرها. نعم، من دول أسباب وأيضا سياسية بالسودان وأسباب اقتصادية أكيد. وأيضا أسباب في الموازنة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وما إلى ولا ذلك، ولا اهتمام من الدولة أيضا ومن الحكومة بهذه الشريحة المهمة جدا، شريحة الشباب. نعم، للمزيد ينضم إلينا من الخرطوم الدكتور عادل علي بابكر، أمين عام جهاز تشغيل الخريجين. دكتور عادل أهلا بك، صباح الخير. يعني 4 ملايين خريج عاطل، هذا عدد كبير جدا، يعني ما هي الأسباب؟ أهلا وسهلا في هذا الصباح الطيب إن شاء الله. الجهاز القومي لتشغيل الخريجين يهديكم تحياته ويشكركم على اتاحتكم لهذه الفرصة. حقيقة يمكن داري أقدم قبل ما أجيب على سؤالك أعمل مقدمة صغيرة. في العام 1992 هنالك ثورة تعليم عالي أدت إلى توسع التعليم في السودان، بعد أن كان هنالك 5 جامعات، اللي هي جامعة الخرطوم، جامعة أمدرمان الإسلامية، جامعة القاهرة فرع الخرطوم اللي هي اليوم أصبحت النيلين عفوا، وجامعة أو كلية معهد الكليات التكنولوجية اللي هو الآن جامعة السودان للعلوم التكنولوجية، وجامعة الجزيرة، إضافة إلى الكلية الأهلية أم درمان.
التوسع اللي حصل يمكن جاء بأكثر من 30 جامعة. هذا التوسع لم يكن له تخطيط، لم يكن له تنظيم، لم يكن له توجيه أو رغبة، لأنه لا يمكن أن تفتح جامعات تعمل إنبوت ومن المؤكد أن هنالك أوتبوت مخرجات. فإذا كان أنت فتحت 30 جامعة جديدة، فما هي مخرجاتك وما هي الوظائف اللي حيتولوها؟ هل هنالك حاجة لهذا الكم الهائل من الخريجين؟ نعم. وحقيقة من الصعوبة من مكان أن يكون لديك عطالة مؤهلة. يعني الآن العطالة في السودان عطالة مؤهلة، كلهم مؤهلين وجامعيين يتخرجوا من الجامعات. في العام 1997 أنشئ الجهاز الرقمي لتشغيل الخريجين. هذا الجهاز أنشئ على أساس أنه يستوعب هذه أو يمتص هذه العطالة، لكن بداية كانت ببرنامج أو بمشروع اسمه الاستخدام الذاتي لتشغيل الخريجين. وفي العام 2004 سمي الصندوق القومي لتشغيل الخريجين، وفي العام 2016 نعم. الجهاز القومي لتشغيل الخريجين هو كما هو عليه الحال. نعم، برأيك المشهد السياسي والانسداد السياسي في السودان إلى أي درجة يعني ساهم بتفاقم هذه المشكلة بسبب عدم وجود استقرار سياسي وبالتالي حكومة يمكن ترشد الشباب وتعنى بشؤونهم؟ نعم يا أختي، ممكن أقول لك يعني واحد من الأسباب اللي تطاحت بالحكم السابق هو الخريجين، العطالة المتفاقمة في السودان، عدم وجود وظائف لهؤلاء جعلتهم يخرجون للشارع، فما كان الهتاف إلا تسقط بس، وربنا استجاب لهم وكان هذا الحال. الآن الجهاز القومي لتشغيل الخريجين لو كان في العام 97 لحد الآن اهتم بهذه الشريحة، وجد لهم مناصب عمل، وجد لهم حياة كريمة، لاستمر هذا الحكم السابق. لكن للأسف الشديد حتى الآن نحن نعاني، حتى الآن نحن نعاني. نحن يمكن كنا قابلنا أو خاطبنا أو كتبنا، قدمنا مبادرات، قدمنا خطط، قدمنا مقترحات. هل يمكن أن تطلعنا على هذه الخطط؟ يمكن يكون السيد البرهان الآن قدامه على طائرة. نعم، هل يمكن أن تعطينا فكرة عن هذه المبادرات والخطط؟ نعم. التي تقدمتم بها خاصة في هذا الوقت لتشغيل هذه الأعداد الضخمة من الخريجين العاطلين نعم. عن العمل؟ نعم نعم، نحن عندنا الآن مبادرة قدمناها للسيد البرهان. هذه المبادرة بتبدأ بصندوق، إنشاء صندوق لتمويل الخريجين بدل الذهاب الى البنوك، لان البنوك عندها مش ربحيه، يعني لا يفرق بين الطالب وبين العملاء او العميل او الزبون في البنك. طيب سيد عادل، برايك ما مدى انعكاس هذه الازمه على المشهد الاجتماعي والذي سيؤدي بطبيعه الحال الى البطاله وايضا الى هجره الشباب؟ نحن حقيقة فقدنا كثير من الشباب، سواء كان بالتعاطي للمخدرات أو سواء كان الهجرة خارج السودان. الأبناء أصبحوا طعمة في البحر الأبيض المتوسط وفي البحر الأحمر للأسماك، للأسف في الغوارب وفي الهجرة الغير شرعية. فقدنا كثير من الأبناء اللي هاجروا هذه البلد وذهبوا. نحن بنرى أنه الشعوب التي نهضت بسواعد أبنائها. فنحن بنناشد اخواننا نعم. في الموجودين على سدة الحكم، بنناشدهم ونقول لهم يا اخواننا اهتموا بهذه الشريحة. السودان لم تقوم له قائمة ما لم يصطحب معه هذه الشريحة. نعم، اشكرك جزيل الشكر. السودان الآن بأشد الحوجة لخريجي نعم. الجامعات والمعاهد العليا التقنية والتقنية. نعم، اشكرك جزيل الشكر دكتور عادل علي بابكر، امين عام جهاز تشغيل الخريجين، كنت معنا من الخرطوم.